بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي ومشتركيني ومتابعيني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. يا ريت اللي بتفرج على قناتي لأول مرة، إذا عجبتكم القناة الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا عجبكم الفيديو متابعين الحلوين ومشتركيني يا ريت لايك لتشجيع. وأقول لكم إن شاء الله النهاردة الفيديو عن الجزء الثالث من سبلاش، الاكسسوارات والبيجامات، يعني جولة سريعة كده. يا رب الفيديو يعجبكم. في بخمسة، في بعشرة، في بخمستاشر، يلا نشوف مع بعض كده. ده زي حلق كده، ده بخمسة، ده برضو كل المجموعة دي بخمسة، كل المجموعة دي بخمسة. الطوق دي البنات بتحبها. دي بقى الحاجات دي تحط مثلا على الفستان سادة، بلوزة سادة بعشرة، شكلها دي كلها قسم اكسسوارات. دي اللي هي التوك بتاعت الشعر، المجموعة دي كلها بخمستاشر. في شروبات اللي على قد القدم بس، في شونات برضو، دي بكام؟ دي باربعين. شنطة أسعارها مختلفة شوية. حلوة السواري دي، دي بستة وخمسين، شكلها أهو. دي بكام؟ دي بتلاتين. نشوف التايجر دي، دي على أربعين، شكلها اهو. في الشنطة الكبيرة دي باربعين. في برضو الاكسسوارات دي، الخاتمين دول بتلاتين، شكله اهو. في المجموعة دي بعشرين، في المجموعة دي بعشرين برضو، شكله اهو. شايفة الكاميرا جايبة دول بتلاتين، دول تلات خواتم مع بعض، اشكال مختلفة. في دول برضو، دول على تلاتين. شفتوا الشكل ده؟ دول التلاتة على تلاتين اهو. بصوا يا جماعة شكله، انا لبسته اهو، شكله مظريف على فكرة. ده حلو برضو. في شروبات برضو اهي. البيجامات دي زي ما انتوا شايفين كده، دي على كام؟ دي على اربعين بس من غير بنطلون، على اربعين، كانت بتسعين بقت باربعين.
بس من غير بنطلون. هذه الاشكال اهي، دي على 30 برضو من غير بنطلون بزنط، هي شتوي. دي على كام؟ دي على 40 برضو. دي زي جلابيه قصيره كده. في بقى الرواب، دي على 50، في الوان مختلفه، في البينك ده او الروز. استنى اطلعه لكم بره. شكله اهو، هذه الاشكال. في برضو لانجري بقى على 50، زي ما انتوا شايفين الاسعار اهي. في 70 و60، يعني اسعار مختلفة. في 40. يا رب الجولة ان شاء الله النهاردة تكون عجبتكم. هي كانت جولة سريعة كده، لان هناك عندهم في سبلاش الشنط في المحل ده الشنط والاكسسوارات مش كتير زي ما انتوا شفتوا كده. واقول لكم بقى اذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الجولة ان شاء الله النهاردة تكون عجبتكم. هي كانت جولة سريعة كده، لان هناك عندهم في سبلاش الشنط في المحل ده الشنط والاكسسوارات مش كتير زي ما انتوا شفتوا كده. واقول لكم بقى اذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.